سالم أصبحوا داخل المنافسة من جديد، وواحد منهم ممكن يربح الجائزة إذا تم التصويت له بقرار واحد بالإجماع. في كل واحد له أمل حتى ولو 1% إنه ياخذ المبلغ هذا، كل واحد فينا. أنا الناس كلها عارفة هنا إني أنا نافس، وأنا من أول ما جيت قلت أنا اللي يستحق المبلغ. بالنسبة لفاطمة، صالح هو المشترك المفضل والأحق بالجائزة. صالح طبعاً في نظري أنا الأحق دائماً، لأنه هو محتاج، هو صادق، هو اللي لعبها بالبداية صح. أما بسنت فهي متمسكة بفوز علي بعد ما فقدت بعملية التبديل كل حظوظها بالربح. ونشوف الأحق علي ديون حرام لازم يسدد. سالم يستفيد من الفوضى العامة وبيطبق خطة مع عمر ليجبر الكل يصوت له. راح أوصل مبلغ الزيرو لو ما تعطوني حق أمينة. سالم احنا نرشحك للجائزة. أيه. ثمان أشخاص. استراتيجية سالم الظاهر راح تؤدي لنتيجة، ولكنها غير كافية لإنهاء التجربة بالمقر. وبعد كل فشل بالوصول لإجماع، نتيجة قاسية بيواجهوها المشتركين التسعة. الفرصة الثامنة أيضا ضاعت دون الوصول لإجماع، وبقاكم في هذا المقر ما زال مستمر. مشوا الساعة. عدم اتفاقكم على اسم واحد للفوز بالمبلغ يحتم عليكم قبول النتيجة، اللي بتكون عبارة عن اختبار لمدى التزامكم بروح الجماعة. واحد من المشتركين المرشحين للفوز بالجائزة لازم يضحي علشان المجموعة. واحد منكم لازم يقبل يتطوع يصير خارج المنافسة، أو في الحالة الأخرى الجائزة راح تنقص 500,000 ريال سعودي. واحد منكم راح يتخذ هذا القرار الصعب. مين من بين المشتركين اللي ما زالوا داخل المنافسة راح يقول أنا خارج اللعبة؟ أنا خارج اللعبة، أول واحد رفعت إيدي أنا بدون ما أفكر، لأن عشان الفريق أنا مستعد أسوي أي حاجة. أنا خارج اللعبة. أنا تكلمت أول واحد. نزل إيدي. الإكس كان اليوم بطولة، فالكل الحين يبغى يصير أمينة، لأن شافوا النجاحات اللي صارت لأمينة بعد ما طلعت، والأمينة هي اللي صارت على السطح والبطلة، فيبغون النجاحات اللي صارت لأمينة صارت لهم. لحظة. أوكي. اللي فكر، اللي فكر قاعد يفكر وبعدين قال أنا خارج اللعبة. أوكي. هذا سوري خلوه على أجل. اسمع بس، أنت ليك فرصة. أي واحد يرفع إيده بيقول أنا خارج منها برفع إيدي وياه. ما في. لا ما فيش ما في. بس أنت خلاص. أنا فسنت. خلاص. هو يبي يطلع. لا طبعا. إزاي يعني؟ هو بيطلع. طبعا انا مش موافق. ازاي يعني انت في ايه؟ كل المجموعه تقول خلاص طالما انا عالي خلاص، فعشان كده اتضايقت. كله عليه وهو يعني مستعد يضحي بكل حاجه، فانا اتضايقت له يعني عايزه ايه انقذه منهم يعني. فقلت له لا بس بقى، انت عندك ولاد فكر بقى. اوكي خلاص يعني خلاص تطلع. يا انا اطلع يا تنزل 500. انا في انتظار قراركم. اوكي خلاص انا اللي هطلع. نسمع القرار من قائد المجموعه حصيلة اتفاقكم. اتفاق اني انا اطلع. لا يعني لا ازاي يعني. نزلوا 500 نزلوا 500. لا انا الوحيده اللي هنا اللي ما بلعبش على فلوس. لو سمحت يا علي انا ما بلعبش على فلوس خلاص. فهو بان موقفك دلوقتي قدام الجروب، بس انا ما بلعبش على فلوس، فخلاص نزلوني في ايه. خلاص اوكي انت بتسحبين. اوكي استاذ عبد المحسن، بس انت بتنسحب. حسيت اني انا سويت خدمه لبسنت اني وافقت هالراي وخليتها هي تضحي، لانها يرد لها بالايجابيه ان شاء الله. هذا قراركم النهائي علي؟ نعم قرارنا. شكرا بسنت، أنت أخذت القرار بالتضحية بنفسك علشان المجموعة. هذه الخطوة
تدل على نبلك ورفعة أخلاقك. علشان كذا المبلغ رح يبقى مثل ما هو. وانت يا بسنت انت معفية من انه تكونين خارج المنافسة وتحتفظي بالفرصة للمنافسة للفوز بالمبلغ. لكن بدل ما انت تصيري خارج المنافسة عليك اختيار مشترك من المشتركين الآخرين اللي ما زالوا داخل المنافسة انه يصير خارجها. هذا الشيء الزامي تنفيذه. انت حطيت وجهي على وشي كده اول ما قال كده. طب اختار مين؟ انا مش عارفه. تفضلي. شفتي اختاراني بس كريسان. بسرعة ينطر بسرعة قلو سالم. سالم تفضل سالم استلم القميص الخاص بك. لا تخلوا الأنانية تتحكم فيكم وفكروا بكل قرار تتخذوه مدى انعكاسه عليكم وعلى الناس اللي حواليكم. تذكروا دائما قرار بإيدكم. بعد الفاصل. بس أنت مش شجاعة، هي أنانية وهي مريضة نفسية. أنت نفس الفار اللي يدش بجحرة. احترم نفسك زي ما بقولك كده. احترم نفسك. فاطمة ما نتفق والله. لا تضحكون على نفسكم.